السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعين القناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي مارسيليا الفرنسي أمام نادي توتنهام الإنجليزي اليوم بإذن الله تعالى، اليوم الثلاثاء 1/11/2022، مباراة في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا. مباراة قوية جدا يا جماعة. الفائز من هذه المباراة والفائز من مباراة فرانكفورت مش فاكر أمام لشبونة تقريبا، الفائز من المباراتين دول هو اللي هيتأهل لدور ال 16 من دوري أبطال أوروبا. متابعين الكرام، المباراة هتذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم، والمعلق المتألق خليل بلوشي. ملعب المباراة لعب في الدروم في دور المجموعات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا. متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى مدى الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعين الكرام، حاليا نادي توتنهام متصدر المجموعة دي الرابعة برصيد 8 نقاط، أما نادي مارسيليا فهو في المركز الرابع الأخير بست نقاط، ولكن اللي هيكسب من هذه المباراة هيبقى عنده فرصة كبيرة جدا، بل مش فرصة، ده هو هيكون متأهل أساسا لدور دور 16. أما لو انتهت المباراة تعادل فتوتنهام ضمن التأهل لدور 16. عامة متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.